كشف العطل الرقمي العالمي الذي اوقف انظمه الكمبيوتر لساعات حجم الثغرات الناشئه عن تحول العالم الى التكنولوجيا المترابطه وعادت الخدمه المقدمه في مختلف المجالات من شركات طيران الى قطاعات الرعايه الصحيه والشحن والشؤون الماليه الى العمل بعد حل مشكله العطل المعلوماتي ويعد نظام التشغيل ويندوز الاكثر استخداما في العالم، مما يعني ان الانقطاع يؤثر على كل جزء من الاقتصاد العالمي تقريبا، مع عدم قدره المتاجر واماكن الضيافه وغيرها على قبول مدفوعات البطاقات الائتمانيه، هذا ويخشى الخبراء ان يستمر انقطاع خدمه مايكروسوفت الهائل الذي اثار الفوضى في جميع انحاء العالم في التاثير على الخدمات لعده ايام، فقد ادى الخلل الفني الذي تسبب في ايقاف تشغيل برنامج ويندوز فجأه الى توقف الرحلات الجويه وتعطيل المستشفيات والعيادات العامه وخدمات القطارات والبنوك واسواق الاوراق الماليه وترك القنوات التلفزيونيه دون اتصال بالانترنت وفي علامه على التاثير العالمي للعطل المعلوماتيه شهد الركاب نائمين في ممرات المطارات كما وتشكلت طوابير ضخمه من المسافرين في عدة دول عالمية. خبراء تكنولوجيا المعلومات وصفوا العطلة الإلكترونية بأنه جائحة رقمية تؤثر على الملايين، بينما يخشى آخرون أن يستمر الاضطراب لفترة طويلة حتى نهاية الأسبوع، وتواجه الشركات أيضاً عدة تساؤلات عن كيفية تفادي انقطاع الخدمات مستقبلاً بسبب التكنولوجيا التي يفترض أن تحمي أنظمتها. كما اعترفت شركة الأمن السيبراني الأمريكية كراود سترايك بمسؤوليتها عن الخطأ مشيرة إلى أن سببه خلل اكتشف في تحديث محتوى واحد، وأصرت على أن المشكلة لم تكن حدثا أمنيا أو حتى هجوما إلكترونيا. لكن ما أجمع عليه الخبراء اعتبار أن هذه الحادثة تعد مثالا واضحا لما يمكن تسميته بالوباء الرقمي وهو نقطة فشل واحدة تؤثر على حياه الملايين على مستوى العالم